ما جاء من أحاديث في الحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج فإنها أحاديث موضوعة وبعضها ضعيف جدا، ومن بين متونها مما يدل على نكارتها حتى من حيث المتن فإنها من حيث السند كما علمتم، قد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، قال رحمه الله: وأما نكارتها من حيث المتن فمنها ما جاء: من حج فزارني فكأنما زارني في حياتي. فيقول رحمه الله: لو كان كذلك لما كانت هناك مزية للصحبة، وبالتالي فإن الصحبة على مقتضى هذا الحديث لا تكون مزية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك، أي يؤكد بطلان هذه الأحاديث، ما جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: وددت لو رأيت إخواني فقالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام صفة من يأتي بعده